صباح الخير ياسنين، إلنا سنين والشرق كله ناطر بشارة، ناطر خبر أو كلمة تنقلنا من حالة الخوف والعنف والإرهاب إلى سلام وفرح وطمأنينة. بعيد بشارة السيدة العذراء هالسنة أكثر من معنى. 25 أدار هو يوم مبارك للبنانيين عموما باختلاف طوائفهم. بعيد البشارة أجراس الكنايس تلاقت مع تكبير المآذن تكريما للسيدة العذراء للتأكيد على معاني العيش الواحد والشركة والمحبة. التحدي الأكبر اليوم مواجهة التكفير بمزيد من الانفتاح والاعتدال والتلاقي وقبول الآخر. بزمن الصوم وبعيد البشارة نرفع الترانيم والآيات من سورة مريم والأناشيد المسيحية والإسلامية من أجل شرق كان ومنتمنى يرجع أرض الرسالات ومهد الحضارات. اليوم أكثر من الأمس اللبناني بحاجة لبشرة سارة، بحاجة لإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وأول الغيث 250 ليرة زيادة على علبة الدخان. غير المدخنين بيعتبروا الأمر طبيعي أو يمكن بفضله لو بتزيد العلبة بشكل مضاعف، أما المدخنين فتفاجأوا بالخبر، خاصة أنه سلسلة الضرائب ومن الضريبة على الدخان ما أقرت بعد. شو أسباب هالزيادة ومين المسؤول عنها؟ الجواب بهالتقرير مع الزميل خالد أبو شقرة. بالوقت اللي كانوا فيه النواب عم يتناقشوا بوضع ضريبي بقيمة 250 ليرة على كل علبة دخان، بدأ مجموعة من التجار بتخزين كميات كبيرة من صناديق الدخان بالأسعار السابقة تمهيدا لإعادة بيعها بعد إقرار الضريبي وجني أرباح هائلة. وعلى الفور بدأت السلعة تنفقد من الأسواق، وإذا وجدت فبتكون بأسعار جديدة قررها التجار من تلقاء نفسهم. هالواقع دفع بوزارة المالية لاعتماد أسهل إجراء، رفع سعر علبة الدخان بنفس قيمة الضريبة المقترحة، وذلك بدل قمع المخالفين وسحب رخص بيع الدخان من كل المتورطين. شيء الاحتكار حبيبي مسؤولية وزارة الاقتصاد، وال250 يعني اللي بده يشرب دخان 250 و500 وقال بده يشرب، ما هذه المشكلة عنا، بس حتى الاحتكار ما يطال الكل، فينا نعزز وندعم مؤسسات الرقابة اللي تابعة لوزارة الاقتصاد واللي تابعة للدولة. زادوا كل شيء، من بس سمعوا إشاعة إنه بده يفرضوا ضرائب على الناس نزاد كل شيء. نحن عايشين بين الناس، نحن مستهلك كمان، بس المشكلة ما شفنا واحد من وزارة الاقتصاد أو حماية المستهلك من زمان مش من هلأ اجى شاف على اي محل مين غلى سلعته ولا عمل له مخالفه ولا زبط. بلد عفوا بهالكلمه يعني فلتين، لا حسيب ولا رقيب، ما في رقابه، رقابه غايبه نهائيا، يعني ما في رقابه على الاسعار، ما في رقابه لمراقبه الاسعار والسلع والبضائع عند بتلاقي المحلات والمتاجر، يعني كل واحد بيفرض السعر اللي بده اياه. اذا بعدهم ما زادوها والسوبر ماركت وكل شو اسمه غلوا اسعارهم، بقول ما العالم مهبره، العالم ما معها تاكل، قربت كيف ولا شو يزيدوا. في مين غلى السعر على يعني في موردين غلوا على التجار، والتجار ده اضطر تغلي على العالم، بس هو فعليا ما نزاد سعر الدخان. اقوى عزا لما تكون قدامك علبة قبل ما تغلى وما تجيبهاش، اقوى عزا كل ما تيجي تدخن منها تتردد وما تعملهاش، ولانك شارب واحدة مستخسر تشرب تاني، لو خلصت منك علبة هتعيش أسبوع بتعاني. أقوى عذاب ال 250 ليرة ما بتشكل قيمة عند كتار من المدخنين، إلا أنها بتسحب أكثر من 370 مليون ليرة يوميا من جيوب المواطنين، رح يذهبوا إلى الخزينة من دون ما تكون أقرت سلسلة الرتب والرواتب أو حتى خصصوا لبرامج صحية واجتماعية لمحاربة هالآفة الخطيرة. يعني هلأ بالنسبة ك 250 ما بتحس، بس هي مع الوقت 250 ورا 250 ورا، يعني مثلا مثل علبة المالبوروك اللي احنا كنا نشتريها ب 2000 ليرة اليوم صار حقها 3.5 مثلا، يعني كمثال صارت
بتفرق معك لبعدين؟ اول شيء لما زادوا 250 يعني هي التجار اللي زادوها مش الدوله بالذات، لانه الرئيس سعد الحريري قال ما في ضرائب على الدوله على المواطن، لحين المواطن على سيجاره او على رغيف خبز ياكله، بل هن عم ياكلوا مليارات الدولارات، مليارات الدولارات عم ياكلوا، واخر شيء بيقولوا لك خزينه الدوله مكسوره وعجز. بكره بصير في تهريب، شو هالحكي هذا؟ بكره بيشتغلوا بالتهريب، بيطلع التهريب حاملينهم بالشنطه وماشيين العاد. بعدين اللي ما غلي هو اللبناني سيدرز والكامسونوف والغلي الابداع المستورده، بس هلا عم بيقولوا غلي بطاقه 50 علبه، انه لك هالتناقض، علبه السيجار حقها 100 200 دولار 500 ليره وعبد الدخان 250 ليره. لك سيجاره ما فيها خساره، خليك عم تضحك وتمزح شوف الحضاره. رب لك سيجاره ما فيها خساره، خليك عم تضحك وتمزح شوف الحضاره. الدخان ثبت بالفعل لا بالقول انه مجرد الحديث عن ضريبه بيؤدي لرفع الاسعار، والمواطنين اللي اعتادوا على دفع زيادات غير المبرره رضخوا مره جديده في ده السيجاره. المواطن معاش فراني مو مثل ما بيقولوا، يعني انه زاد ولا ما زاد شيء عادي طبيعي، راح يضل يدخن صارت ب 2000 ولا ب 4000. لانه الدخان احلى شيء بالدنيا، بتضلك تضل تبوس بالسيجاره قد ما بدك، ما بتقول لك لا. قلبي مولع بالتدخين، صعب بطل هالعادي، بدمي بيجري النيكوتين وكل لحظة بحبك يا زي. نتابع حلقتنا بمناسبة اليوم العالمي للشعر. استضاف نادي الأدب العربي بالجامعة اللبنانية الأمريكية أبرز شعراء الحداثة الشاعر شوقي بزاع بأمسية شعرية. بقراءاته الشعرية نقل الحضور إلى فضاء الشعر الغني بالحب التاريخ والقومية. تفاصيل أكثر عن الأمسية التكريمية منتبعها مع زميلتنا باميلا نبهان بهالتقرير، ومن بعده منستقبل الشاعر شوقي بزاع وكل التفاصيل بتكون معه. ظمآن يا أبتاه مت، ظمآن يا أبتاه مت، بلا سلالم لانتشال زفيرك المشلول من درك القنوط، ولا حبال للنزول كما اشتهيت إلى صميم الارتواء. بمناسبة اليوم العالمي للشعر والكلمة الجميلة، بمناسبة عيد الأم أهم عيد بالسنة، وبمناسبة عيد الطفل عيد النيروز وحلول فصل الربيع، تعددت المناسبات بنهار واحد، وللاحتفال بهالنهار المميز من أفضل من صاحب الكلمة الحلوة اللي جسد الإمرأة بكل تفاصيلها، الشاعر الملتزم لتناول مأساة العالم العربي من فلسطين للعراق لسوريا للبنان، شاعر الحب والقضية، الشاعر شوقي بزاع اللي استضافه نادي الأدب العربي الجامعة اللبنانية الأمريكية جامعة الأيو ليقدم مقتطفات من أجمل دواوينه. وكلما عجز العراق عن النهوض حملته ميتا على كتفيك كيما يستوي وطنا سويا ثم واصلت الصعود إلى السماء. كلها على بعضها بحس الواحد فعلا انه هذا اقرب للعيد الامسي، ما تعود امسي بالمعنى التقليدي يعني. طبعا انا بشكر كثير نادي الادب العربي في الجامعه اللبنانيه الامريكيه على نشاطهم، وهن دائما سباقين ومبادرين لهالنوع من النشاطات. والحضور والبرنامج يعني كان استثنائي مقارنه مع غير نشاطات من هالقبيل، مشان هيك بنعتبر هالنشاط ان شاء الله يكون فاتحه خير لتنشيط التراث العربي والأدب العربي. النشاط في الجامعة هو يؤكد على لبنانية الجامعة اللي هي اسمها اللبنانية الأمريكية، ويؤكد على أهمية تعزيز الشعر والثقافة العربية في الجامعة. ونحن بنشاطات قادمة إن شاء الله بدنا نأكد أنه يمكن العائق مش موجود باللغة بحد ذاتها، بس بطريقة التعامل معها. ندرس كل شيء بالإنجليش، فشي كتير حلو أنه في عنا نادي للغة العربية، وعم بيضلهم يحيوا عم بيجيبوا شعر مهمين. قصايد جديدة سمعناها اليوم، أغلبيتها جديدة يعني كتير حلوة. الموضوعات مع شوقي ترتفع إلى درجة من الرقي والسمو والإبداع الفني، فبيوائم بين كل هالقيم
لذلك بيتميز بين الشعراء. لم تنحل امرأة عليك، لم تنحل امرأة عليك وقد رحلت، ولم تقامر وردة خوفا من العسس الذين تعقبوها بالتفتح حول قبرك. كل بارقة لمعنى ألحقت غصبا بأنملة الذبول، وكل ما اتمت به رئتاك من زمر الزلازل راح يترك للغثاء والنضوب. كرم الامرأة بهالنهار الحب، الوطن، المدن، التاريخ، القومية والعروبة. فقدم الشاعر شوقي بزاع مقتطفات من نصوصه الجديدة اللي بعد ما نشرت، فتأرجح الكلمين بين الحب والحياة، وكان ختامها مع تمجيد السياب هالشاعر العراقي اللي عشقه، فقدم له أجمل القصايد، وليتم أيضا تكريمه بنهاية الأمسية نظرا لعطائه الوافر للشعر، الامرأة واللغة العربية. أنا حبيت قصة السياب لأنه معبرة، لأنه هو يعني اللي عمل الحداثة بالشعر العربي، فحلو انه يتغنوا فيه بقصايد، يعني بيستاهل هيدا الشيء. شاعر مبدع من الطراز الاول، شعره عميق بالمعاني، وكانت الامسة كتير رائعة اليوم. طبعا المفردات اللي قالها بعتقد ليه اللي قدروا استعملوها. شوقي بزاع حكي عن الحياة، عن الحب، عن المرأة، عن الطفولة، عن الشيخوخة. نحن جينا من منطقة صور، نحن منقصده الأستاذ شوقي لوين ما كان، يعني بكل مناطق لبنان عم يعمل أمسات ومنقصده ومنحبه كتير. بوجه تحية كبيرة لكل شعراء العالم بهذا اليوم، لأنه الشعر هو أسطورة الحياة ومكانتها. فخذي كلما أودعتني العواصف من فرح خلبي، وما جذب القلب مثل المخالب من كهرباء النساء ومن صعقة اللغة الخاطفة. خذي ألق الواجهات الكذوب، مخاتلة الأبجدية، بحث المؤبد عن لذة لا يهددها الموت، سيري على غبش الأرصفة، خذي نظرة المطفأة وأعيدي إلي النسيم القديم يهب عليلا على حبق البيت، عودي بأجفاني القهقرة نحو ذاك الحداء الشجي الذي راح يصعد بي لثغة لثغة سلم التأتأة. ضيف استثنائي وشاعر استثنائي، صباح الخير الشاعر شوقي بزاع معنا بستوديو أخبار الصباح. نحن اليوم وجودك معنا كتير مهم، لأنه اليوم أخبار الصباح صار عمره 10 سنين بالضبط. جد بقى نحن عرفنا نختار ضيف اليوم. نحن حلو، ما هو ما خليته شيء، بس شو بدنا نقول بعد؟ لا بعد كثير كثير اشياء بدنا نقولها. هلا مبروك التكريم يلي تم بالجامعه اللبنانيه الامريكيه، بس بدنا نحكي عن تكريم اكبر واهم، وهو الوسام يلي نلته خلال زياره الرئيس محمود عباس الى لبنان مؤخرا، وهو وسام فلسطين للثقافه والابداع. نعم. شو بيعني لك هالوسام؟ هو السؤال شو ما بيعني لي؟ مزبوط. يعني انا بالواقع اثناء تسلم الوسام من الرئيس محمود عباس قلت له انه هذا تؤرخ في حياتي بمعنى ما قبله وما بعده. بالمعنى الوجداني للكلمه، هو وسام من دون اي مبلغ مالي، ولا ضروري يكون، لانه مش ناطرين ناخذ من فلسطين شيء، نحن اللي إله علينا واللي لازم نعطيها. فهو قيمته وجدانيه. وما تنسي انه انا ابن الجنوب، يعني النصف الشمالي من شطرة الشمالي من القلب، اللي هو له ضفتان، يعني ضفه جنوبيه وضفه شماليه. فاعتبرت انه كأن فلسطين يعني البطين الايمن عم بكافئ البطين الايسر، اذا اعتبرت حالي الجزء الثاني. وانا ما حسيت انه هذا وسام شخصي بصراحه، هو مش بس للجنوبيين، للبنانيين، يعني لما تمثل الثقافه اللبنانيه من ظهير للدم الفلسطيني وللجرح الفلسطيني. طيب كنت عارف يعني، كان اوريدي خبرك او وما حكيت؟ ضليت شهر، لانه كنت عم بكتب شيء، فجاه شعرت بنوع من الزلزال الداخلي، شيء وجداني تفجر بداخلي. كل عمري اللي قضيناه، الحروب اللي عشناها من اجل فلسطين او بسبب فلسطين، الحرب الاهليه، الشهداء اللي راحوا، شعرت انه انا عاده بس كنت عم بكتب قصيده ما بقول موضوعه، لانه كانه بيهتك هذا السر. يعني الشعر مثل الحب لازم يتم بالعتمه، الضوء بيفسده. فلذلك ما قلت الا لما خلصت قصيدتي عن فلسطين، يعني فجأة. والغريب انه انا حتى العمر اللي بلغته ما كنت كاتب قصيدة مباشرة عن فلسطين،
كان في اشياء فيها ظلال يعني القضيه يمكن بصوره عامه بشكل عام يعني ايمن مثلا ايمن اللي غنيها مارسيل خليفي هو الطفل من اب فلسطيني وام لبنانيه واستشهد بقريه اسمها العزيه جنب قريتي بالقصف الاسرائيلي بس انا كتبت له قصيده بس هاي القصيده اسمها فلسطين يعني كل شيء حملته جواتي بيمثل وجداني والوجدان الجمعي يعني هيك اللبناني والعربي حاولت اقوله من خلال القصيده بدنا نسمع ممكن اقول مقطع منها ما قلته لانه هي تقريبا قريت شيء منها مع صديقتنا بولا يعقوبيان بانترفيوز بس من كم بيت هي هي شعر حديث يعني شعر على التفعيلي بس ما منعد الاسطر بالشعر الحديث لانه القصيده كلها جسم واحد بس مع ذلك راح اختار المقطع المباشر اللي له علاقه علاقتي بفلسطين كابن الجنوب فبقلب القصيده بقول انه لن أدل الكلام عليها إذن وأنا من ولدت على بعد 25 مذبحة من ثراها العليل وأنا من رعته أغاني النساء الطرية حد الدموع بأصوات من واصلوا حفرهم بالأظافر تحت التراب لكي يبلغوها ومن سقطوا دون أسمال صلصالها المر جيلا فجيل وأنا من تحامت ذراها شتاءاته بالسيول فلا قطرة من مياه جرت في عروق الجنوب النحيلة إلا وقد رفدتها بأشهى الغيوم اخدرارا جبال الجليل شو حلو فهنا حيث يغدو الجنوب شمالا لما خزنته فلسطين من عائدات الأغاني ويغدو الشمال جنوبا لمن أشعل النار فوق التلال لكي يهتد الشهداء بعنقائهم وهي تخطو إلى الضوء ناهضة من رماد العصور تتلاقى عظام الضحايا على طرفي الحدود وتسند ظهر القبور القبور كيف كان وقع هالقصيدة على الرئيس محمود؟ كيف ما قريت هالمقطع تحديدا؟ ما قريت غلط مع بولا قلت لها بدي اقول المقطع اللي له علاقه بالجنوب طلعوا غيره لانه قصير طويل شوي شو حلو يعني لاقول لك شغلي انت بتعرفي انه نحن يعني قديش قلنا بنعرف بعض 10 سنين وشهر لانه تكبرني ما تكبرني لا قصدي قبل اخبار صباح بشهر مزبوط بالبترون فتعودنا نكون صادقين يعني وبتعرفي انه انه كل شيء بعرفه انا إلا تضليل الناس وإلا الحكي عن ظهر قلب يعني إذا مش من صميم القلب الشعر طالع ولذلك تصوري أنه ما كتبت عن فلسطين إلا لما نضجت القصيدة ويمكن الشعر مثل المياه الجوفية بظل ماشي تحت الأرض بس بينطر شو الرعد المناسب لحتى يطلعوا لحتى يفجروا من الداخل إجا هذا زلزال صغير بس بالمعنى الإيجابي يعني نعم طبعاً. كيف كان وقع القصيدة على الرئيس محمود عباس؟ الرئيس سمعته مقطع منها لأنه كان مشغول جدا عنده عشرات الاجتماعات وتاني شيء ما تمت باحتفالية تمت بمقره ولذلك بلقاء. بالضبط فأنا هديته القصيدة والقصيدة مفروض تسجل كاملة على التلفزيون الفلسطيني وتنشر يعني عم فكر نشرة خلال فترة وجيزة نعم. بس كلها سوا لأنه تقريبا بانورامية يعني فيها شيء من السيرة الذاتية بيننا وبين فلسطين نعم بعد فينا نقرأ شي مقطع تاني نقرأ مقطع من دون فاصل مش إعلاني طيب. قصدي سؤال شيء طيب. يعني خلينا من موضوع من موضوع التكريم بفلسطين نختم بالمقطع اللي رح أقوله من موضوع التكريم بفلسطين لموضوع آخر يلي هو شغل لك بالك شعريا هو. جدا يلي هو الديانات المسيحية والإسلامية نعم. وشغلك الشاغل يلي بتضل تفتش بين السطور إن كان بالآيات القرآنية أو بمقاطع الإنجيل لتفجر شيء جديد وأكيد وراها منى سعيدون أنا متأكد لأنه مبارح بس أنا متابعتك وبحبك وبحب لك شعرك يعني بس أنا عرفت شو بتقصد لأنه مبارح لما حكيتني منى أنا بعدني طالع طازة وقلت لأنه بقول موضوع القصيدة بعد ما تخلص شيء غريب يعني عمليا أنا من 4 أشهر بحالة غيبوبة كاملة مع الشعر 7 ساعات كيف يوميا كيف بيطلع عبالك السؤال؟ هو هذا الموضوع أنه أنا خلصت ديوان تقريبا وهلأ بعد بعد منه بسكت سنة ونص ما بكتب شيء يعني هيك الأمور بتصير مثل بطارية بتفضى بدها ترجع تنشحن شرش تماما هي عطول هي طريقة الكتابة أوكي. ولما بتجي الحالة
كل شيء جواتي بينكتب من موضوعات شتى. أنا تقريبا خلصت تنقيح المجموعة الشعرية، لا أعرف شو السبب. دائما الأشياء الغفل، الناس اللي ما بعرف منين جايين، من النسيان مثلا. أنا رعاة الماعز مثلا بيكتبوني شعر، اللي ما بيعرفوا شيء، اللي بيواجهوا العدو بهيك بحس الفطرة الأمية بس الغريزة الصح. فجأة ما بعرف ليش فكرت بالصين اللي انصلبوا مع المسيح، هلا كيف طلعوا ما بعرف. انه طيب كنت عأساس خلصت، ولكن فجأة خطر ببالي، يبدو باللاوعي موجودين، انه انا عندي اسئلة سابقة حول هالموضوع. وتقريبا ثقافتي يعني المسيحية تعادل الإسلامية نسبيا. يعني قاري الأناجيل كتير وكل ما يتصل بهذا الموضوع، ومفتون بشخصية المسيح ومريم. طيب هو الشخصين كيف جيء بهما؟ ما في بالأناجيل كلها إلا عبارة واحدة، إنه أعدم مع الصين. طيب شو سرقوا هو الصين؟ مين هني هو الصين؟ ليش ما الأسماء؟ وليش هني غفل؟ وما رح أقول شو جواب القصيدة لحتى ما ينفضح سر القصيدة، بس هيدا الموضوع معك حق. الشعر هو الانتباه إلى الأشياء اللي الناس ما بينتبهوا لها، بتكون بسيطة جدا، مثل على طريق بيتك قد ما هي بديهية وكل يوم بتشوفيهم بتنتبه لها، بتكون في شجرة بعد شي 10 سنين بتقولي أنت أجت شوي بتشوفيها وهي بتكون على طريق بيتك. هيدا يمكن لأنه الشاعر بيكون حساس أكثر من بقية الناس، بيشوف بيلمس أشياء. وبالمرأة الشعراء لا يمكن يشوفوا بالمرأة إلا ما هو جميل، عيون مركبة بالأساس، مسلطة على أساس الإضاءة على جمال المرأة. وهذا الشيء قاله زوربا اليوناني إنه ما في مرأة بالعالم غير جميلة، ولكن على الرجل هو اللي ينتبه إلى مكامن جمالها. طيب هلأ شو لقيت باللصين؟ ما هو هذا السؤال اللي مش رح أقوله. هلأ كتبت ولا بعد لا هي بعد عن مسودي، بس إنه تقريبا جاهز عشان هيك قلت موضوعها. بس لأنه سألت عن هالموضوع لأنه أنا كتير بشعري بتتردد رمزية المسيح والصلب ومريم يعني، واللي هي إذا بدك معادلها عند الإسلام بين هلالين، يعني الإسلام الشيعي اللي أنا طبعا خارج الطوائف ومعروف أنه شخص جاي من خلفية الحركة الوطني، ولكن عم بحكي أنا بالمعنى التاريخي والوجداني اللي هي واقعة كربلاء، يعني نسخة معدلة قليلا، بس فكرة الموت، فكرة السماء اللي بتصير حمراء بعد، فكرة توزيع القمح يوسف وقصيدته مثلا، قصة يوسف اللي لقيت فيها كمان جمالية وحكيت عنها قبل هون يعني. مزبوط. أنا طبعا أنا ما في أتخطاها القصيدة، مش عم بقدر أتخطاها. كل مرة بحكي في يوسف صديقتي جوال، كل واحد في يوسف جواته، بس قلوا بيرو كمان، مثل ما نزل يوسف على البير كل واحد مننا اللي يستحق جماله، لأنه الجمال مش أعطي مجانية. أنا قلت أكثر من مرة الإنسان لا يولد جميلا، الإنسان يصبح جميلا. الجمال بينزرع مثل النبات، يتعهد وبينسى. كل واحد جواته في حنين، وانت عندك في كتير حنين، جوات قلبك في كتير حنين. ومؤخرا احتفلنا بيوم المرأة العالمي وبعيد الأم، شهر أذار شهر كتير مميز للمرأة، وانت هيك محاط بسيدة كتير حلوة شفناها هلأ بالتقرير، وببنتك حنين. نعم كانوا بنتين على فكرة. بنتين، لا في عندي لما أنا 8 سنين. لما هي نسخة عني، لا حنين نسخة من أمها. حنين بتكتب شعر عندها عمق داخلي. لما كرنفال، كيف المهراج الهندي. لما شعلي من هيك الرقص بتضوي البيت يعني تماما، فمنوع الأمور يعني. يعني محاط بثلاث سيدات في شيء. انا مثل رائع النساء، لا حد اكثر كثير انا بقول بس هول بالبيت الصغير اهم شيء محضر رعايتكم. وبعدين انا مش بقول شوف الحياه او المراه مثل سيفن اب شو شعاره، تحبوها تحبك. وانا اللي بحبه الناس بيحبوه. ولا هلا شباب ما بيتنكت سيفن اب. لا هو التشبيه، لا لانين هو سلوغا. طيب يلا هات لنسمع شيء عن المرأة بما انه عم مش عن المرأة بدي كنا لا بدنا نسمع شيء غزال. بدي اختم انا ب لا بكير لنختم اللقاء. بكير بس ما قلتوا لي انه طيب ما في شيء هيك شيء شي. طيب هلا بس قلي قديش بعد بتاخذ وقت برأيك لتخلص القصيدة عن اللصين؟ لا تقريبا خالصة صارت يعني. طيب ما فينا نسمع شيء منها ما زال صارت خالصة؟ لا بعيد للعاشر. قلتي عن المرأة
عن النساء. عن المرأة. طيب يلا شو رح نسمع؟ بدأ مقطع اسمه نساء. كل النساء. كل النساء بالضبط. فللأسف لأنه الوقت قليل يعني. لا بعد في عنا 10 دقايق تقريبا استشاري. ايه بهيدي هي. فالمهم أنه بقلب الأصيل بقول: وها أنا مسمرا إلى المفاتن التي استردها الهواء من جباههن كي يصوغ من فتاتها مسلة من العصور، لا أني أطوف كالدرويش حول جرح ذلك التفتح الأمي للأنوثة التي تلهفت طرام التي تعهدت طرامها تلهف المراهقات للنضوج منذ أقدم العصور، وأقتفي بكل ما ملكت من شغاف ملامح التماثل الدقيق والمشغول بالإزميل بين قبة السماء والنهود، أو بين حاجة الظهور للإفصاح عن زئيرها وبين غصة الإجاص في الأرداف، لأني أهيم حيث يضطجعن ذائبات في زمرد النجوم خلفهن، لا أني أصيح مثل ذئب خالص العواء. أيتها النساء، أيتها الجهات السود للنحيب والجهات الصفر للسموم والجهات البيض للنقاء، كم جسدا أحتاج كي أضمكن؟ الله. كم يدا لكي أذود ما استطعت عن تحالف النسيم مع خصوركن؟ كم فما لأفطم النيران عما خمرت شفاهكن من حرائق القبل؟ انت كمان بدك اياهم، في شوي طمع كمان بالخبرية، بدك اياهم كلهم كذا ايد وكذا تم وكذا. بس ممكن يختزلوا، ممكن يختزلوا بواحدة احيانا. مع اني انا مش من القائلين انه الحياة مش انت اللي بتقول هالشي. لا هي شوفي، انا بقول انه السلف اللي بتمنحنا مرات علاقة او اخرى، يعني مثلا نحن ما بنقول انه هذا الشخص هو نصنا الثاني، وانه نصنا الثاني لانه نحن صنعناه ونحن تعودنا عليه. بس لو فرضنا نحن عايشين بالمكسيك مثلا او باليابان، ما كنا حبينا شخص اخر وانه عنه ساعتها. اكيد بيتبدل طبعاً. بس ربما كل واحد في مثال داخله بيسقطوا على هذا الشخص او ذاك. صح. وانا رأيي الحياة تتسع اكثر من حب. طيب هلا وين عم نسمع فصحى فصحى فصحى، رح نكفي بالفصحى. وينك من العامية هالايام؟ بحكي لا ما عم بكتب، بلشت حياتي بالمحكي بس ما كتبت شيء. ما كتبت شيء يعني نشرته بالبدايات، ما بعرف ليش بالسيفيات بينزل عني انه كنت بالمحكي. لا نعرف كثير حبك للفصحى بالكتاب. لا وكل شعري فصحى من اول ما بلشت اكتب، ما نشرت شيء. بدايات مبكره كانت قبل ما اعرف اللغه منيح، وطلع على الخليل ابن احمد والعروض والاوزان. كنت اهتم يعني بحياه الضيعه، احكي عن اشياء مشاكل تصير بالاعراس، كنت اقول اغاني ودلعونه، يعني مبلش من البدايات البكر هيك للشعر. طيب هلا اي متى سوري الديوان الجديد؟ هلا يفترض يعني بعتقد للصيف، لانه لا حتى نقحه لا حتى بالمطبعه غيره. يعني هو ديوان الاخير انا اللي ما حكينا عنه هون بسبب ايضا كسل مني، يعني إلى أين تأخذني أيها الشعر؟ يعني كنت القراءات بالأيو منه؟ جزء منه، جزء من القصائد الجديدة اللي بعد ما نشرت، بس إنه ما إله وقت طويل يعني. طبعًا كنت كاتبه قبل ما أنشره بشيء نص سنة، فلذلك مثل ما قلت أنا يعني في هيدي كل سنتين بيطلع ديوان، سنة ونص فراغ بالكامل لا أكتب ولا سطر. طيب ما تقول لي إنه ما بيطلع على بالك فكرة تكتب عنها بهالسنة ونص؟ ما بقدر حتى لو فكرت. الشعر شوفي مثل الثمرة، لا بيسوى تقطفيها فجة لأنه ما بتتاكل، ولا بيسوى تتركيها لحتى تهتري وتسقط، بدك تقطفيها بالأوان، وهذا اللي بيصير معي. ويمكن لهالسبب أنا ما في وصف شعري بأنه منيح أو مش منيح، بس في وصفه بشغلة واحدة، أنه بكتب بصدق. قديه صاروا 18 ديوان 17؟ إن شاء الله بيربوا بعزكم. قديش؟ كدواوين صاروا 16، بس في شيء 6 كتب بين مختارات شعرية وبين كتب نثر، وفي نثر ثلاثة بس. خلينا نقول استاذ شوقي عن بيروت اللي جمعت فيه الشعر اللي انكتب عن بيروت. مزبوط. من ايام كان ضيفنا بوقتها وحكينا عنه للكتاب. بس تخيلوا بهالسنة ونص اللي انت ما عم بتكون بس انه ما بقى عندنا وقت. عم بتكون يعني خلال السنة ونص عم تكون ناشط، عم بتشارك بمهرجانات كثيرة كمان خارج لبنان. نحن ما بقى عندنا كثير وقت، بس بدنا نستفيد من الوقت الباقي معنا تنسمع بعد شيء. ما حسينا بشيء بعدنا ما بلشنا، بس انا
دائما الاشياء الحلوه عندك بكره الاشياء الحلوه دائما قصير يعني جد. انا بتمنى بعزمكم على ضيعتي رح اختم. فاذا يوم العداله الانسانيه الاسكوا دعت لاحتفال بهالمناسبه. هلا صدفي مش لاني انا ولا مره كتبت خصيصا لمناسبه، كنت عم بكتب عن هذا عن فكره اسمها عداله ف او عداله الظلال. الظلال منذ ان ولد الناس من رحم الطين لم تفلح الشمس في منحهم ضوءها بالتساوي، ولم يوصموا بالتماثل، بل جعلوا مثل زهر الحدائق بيضا وصفرا وحمرا وسودا لكي يصنعوا من تمازج ألوانهم لوحة الأرض، لكنهم لقحوا بذرة الاختلاف بأكثر ما في الغرائز فتكا، وأخلوا الجمال من الحب والافتتان البريء ليصبح طعما لوحش الجمال. هكذا أصبح اللون حجتهم لاجتراح الهويات من ترهات القشور، وراحوا يغذون بالانبهار تعطشهم للتماهي المغلف بالصلف المحض مع ما يخالونه صورة الله منعكسا في مرايا الأنا النرجسية، حتى غدت صحونات الوجوه متاريس للاقتتال. ولم يشأ البعض أن يدركوا أن أعمق ما منحته الخليقة من أعطيات الوجود معرًا من الشكل، أو أن أشياء كالحب والشعر والعطر والروح ليست تقاس بألوانها، وبأن لا سبيل إلى الاكتفاء بلون وحيد لإحصاء ما نشتهي جمعه من غلال الخيال. ولم يشأ البعض خلف صباغ الملامح أن يسبروا حكمة الظل، أو يدركوا حيث كل الوجوه لها اللون إياه أن الجميع سواسية في الظلال. 100% شو حلو. نحن نتشكر كثير وجودك معنا. عدالة الظلال. هيدا عدالة الظلال. وختامها مسك معك الشاعر شوقي بزيع. أبدا أنا بلا شيء يعني. أنا بلا شيء حايس وما بقدر أثبت. يلا نحن ناطرينك لكينا هلأ تنشوف بعدين هالقصائد اللي عم تكتبها. أنا على فكرة مرات بعجل بإني أنشر ديوان لحتى إجل عندكم. بس بقى. نحن كل يوم بنطلع مدار السنة. نحن ناطرينك ساعة اللي بتريش. أهلا وسهلا فيك. نحن رح نتوقف هلا مع بريك ونرجع نتابع اخبار الصباح. تلكن معنا.